رجعنا بعد الفاصل ومعانا مهندس مصطفى اللي هيكلمنا النهاردة عن الجزء الخاص بالدريسنج روم، وهيكلمنا كمان عن غرف النوم اللي بتستخدم من الأخشاب HBL والخامات المختلفة. الأول خليني أرحب بحضرتك، ازيك ازيك؟ يا سارة؟ عامل أخبارك؟ ايه؟ الحمد لله تمام. احنا خلصنا الجزء المتعلق بالكيتشن، بقى نخش في الدريسنج روم. الديسنج روم والأوض نوم برضو والخامات اللي هي بتستغلها أو تستخدم في اكتر ال من اه استغلال، بنستخدمها، والحاجات اللي طلعت جديدة برضو هي بتميز الدريسنج روم وتميز الأوض والتفنيش بتاعها والتقفيل بتاع الدريسنج. كل دوت هشرحهولك دلوقتي مع الفقرة ديت. عامة طيب اول سؤال يعني بيجي اي حد عميل عايز يعمل دريسنج روم، بيبتدي يسأل انا هتحاسب ازاي؟ هل بالوحدة؟ ويعني ايه مفهوم الوحدة؟ ولا بالمتر؟ ولا بيبقى ازاي؟ بص، هو عندنا طبعا في حاجة اسمها وحدة وفي حاجة اسمها متر طولي ومتر مربع. في الدريسنج روم بالذات احنا بنحسب متر مربع لان ارتفاعاته بتوصل للسقف. احنا عندنا السقف من 2.50 ل 2.70 او اعلى، فبالتالي لازم يتحسب مربع عشان الهادر او ايا كان الحساب ما يبقاش في حاجة مش مظبوطة، فبالتالي الحساب بيكون مربع. ده بالنسبة للحساب بتاع الدريسنج روم. طيب بالنسبة للخامات المستخدمة، ايه احسن الخامات وليه؟ والله هو في براندات بتستغل بالنسبه للدريسنج روم، في حاجه اسمها خشب حوابي ودوت انا ما بنصحش بيه نهائي. دوت عباره عن الناس بتسميه ام دي اف، بس هو مش ام دي اف، تمام؟ خشب حبيبي دوت بيبقى عباره عن نشاره خشب ومتجمعه ببعض بغيره، واخد ابلكاش من واخد ناحية ومش قبلكاش كمان، ده ميلامين، كمان. تمام؟ يعني هو مش ام دي اف وميلامين، لا دوت قبلك الميلامين مع الخشب هاري الحبيبي ده ضعيف جدا، جدا. يعني لو حد خبط بس هو اعتقادهم ان الدريسنج روم مش بيبقى عليه استخدام ميه او عليه رطوبه او الكلام ده كله، بس فبالتالي بالعكس، ده دلوقتي محطوط جنب الحمامات فبيبقى الرطوبة عالية ما هو وفي ده نفس بقى الوقت. دوت بقى بيعتمد بقى على فكر ايه الناس اللي هتشتغل صح ولا هتشتغل غلط. المفروض تعرف التقسيمه بتاعت الحمام او الشقه عامله ازاي، تمام؟ من بناء عليها هيحط سواء ام دي اف او هيحط كونتر او هيحط الخشب الحبيبي دوت. بس انا عامه فايا كان لو بعيد عن الحمام او قريب من الحمام ما نعملش الخشب الحبيبي. بلاش، امال ايه الخامة اللي بتفضل؟ تفضل ان احنا نعمل ام دي اف او نعمل الكونتر، ويفضل جدا جدا الكونتر بالنسبه للدريسنج روم او الخامة اوض النوم ومتانة هتعيش بعد كده. طبيعي. ومش اي كونتر برضو، لان الكونتر درجات، في درجه حاجه اسمها محسنه وفي درجه يعني نقدر نقول عليها درجه تانية وفي درجه اولى، دي اعلى حاجه. طبعا البراندات بتختلف، السدايب والفراغات بالنسبه للكونتر بتختلف. طب ما يمكن كده العميل، يعني اعتقد ان الموضوع هيبقى اسهل يعني شويه عن المطابخ، لان المطابخ هو بيشوفها في الفينش، لكن ده هيشوفها بشكلها الطبيعي الخشب. يعرف ازاي؟ يعني انا دلوقتي مثلا ما عنديش خبره ومش مهندسه ومعيش مثلا نجار معايا، فانا اعرف ازاي نوع الخشب ده؟ بصي، هو نوع الخشب بيفضل ان هو يشوف، يعني لا اما اللي بيصنعه له كده كده كل الانواع اللي نازله جديد اكواد، فيصور له الكود دوت قبل ما يتقطع ويتلزق شريط، في شريط بيتلزق في الطرف يصوره له، يا اما يروح يشوف الخشب بتاعه في المصنع. ده لو الكلام دوت هو بيتعامل مع ناس مش ثقه، لو هي لان اهم حاجة الثقة طبعا. قبل التعامل اهم حاجه عندي الثقه. انا بتعامل معلش مع حد انا مش مستريح له ليه. صح. المتر بيبقى سعره قد ايه؟ يعني بالنسبه للدريسنج، في ناس دلوقتي ما شاء الله عليها بتعمل دريسنج من 1600 بقى واحنا طالعين، بس هو مش بيبقى يعني الاسعار دي مش للكونتر، لو الكونتر هتعدي ال 2000. ده بالنسبه للدريسنج. طيب انت كحد بيصمم ديزاين للدريسنج، ازاي بتقدر يعني تأقلم الموضوع على كل احتياجات عميل، سواء مثلا عنده المكان ضيق، السبيس ممكن تكون واسعة، المكان مستطيل، مربع، ازاي بتقدر توظف ده؟ هو بيقول لي الاحتياجات بتاعته، يعني زي ايه؟ انا مثلا عندي بطاطين كتير، عندي مثلا بدل كتير، عندي حاجات هتاخد شماعات، فبالتالي انا بقدر اعرف الاحتياجات بتاعته ديت، وان انا عليها بعمل التصميم للحاجه اللي هو يحتاجها، سواء عايز الحاجه مفتوحه ادريسنج مفتوح او مقفول. واحنا شايفين معانا في صور بتتعرض، احنا شايفين هنا ده مثلا ديزاين معمول خشب سادة خالص، وفي بالظبط، في درف وفي من غير درف، بيبقى ارفف بس، ودوت على حسب طلب العميل اذا كان المكان مقفول او مفتوح. بالظبط. بص، ده سؤال بيجي لنا كتير قوي، يعني دلوقتي
ايه الاحسن والعملي اكتر، ان انا اعمله اوبن ولا اعمله كلوز؟ وفي نفس الوقت هل هيبقى عملي من حيث بقى انه يتطرب يتبهدل الهدوم انت فاهم يعني الدولاب، احنا عارفين فكرتنا عن الدولاب ايا كان مقفول. بص، هو لو احنا عاملينه مفتوح هنعمل درف، لو احنا عاملينه مقفول غرفة لوحده هيبقى مفتوح عاملين له باب جرار مثلا قصدك صح؟ باب جرار او مفصلي مفصلي فصلات ايا كان هو بيفضل ايه، بس الفصلات بتفتح له او بتدي له مساحة اوسع ان هو يفتح الدرفة ويشوف كل اللي قدامه، فده بيبقى افضل. غير كده التناسق بتاع الوان غرفة النوم، يفضل ان هو يعمل غرفة النوم مع الدريسنج اللي هو يقدر يعمل نفس ال ماتشنج كده اه بين الألوان يقدر ينسق والديزاين، الالوان الخشبيه، لان لو هو عامل الوان خشبيه بالتالي لون خشبي مختلف درجة غير اللي بره بدرجة تبوظ ما تبقاش لذيذه. الديزاين. فانا عايز دلوقتي انسق، انا دلوقتي في خامه ال HBL او الميلامين كونتر او MDF اقدر اعمل منها اوض النوم. عشان كده انت قلت ان عشان انا كده دخلت في الديزاين بتاع غرفة النوم كفرنيتشر، بحيث ان بالظبط انت الموضوع يبقى متناغم تصمم مع الروم الدريسنج كلها. يبقى كل حاجة متنسقة مع بعض. غير كده بيبقى سعرها ممتاز جدا. الدهان ما بجيش دهان ازعل في واحد الاخر، بقى. ما بجيش ازعل في الاخر انت ليه عملت لي درجة مختلفة، لا هو ده كود ما بيتغيرش نهائي. غير المتانة بتاعتي، انا لو جيت عليه مية لو في اي حاجة حصلت في الأوضة ما فترة طويلة مش دهان، صح. بالتالي ما بي يعني احنا بنعرف الدهان بعد فترات لونه بيتغير، ده ما بيتغيرش نهائي. يعني لو قعد 20 30 40 سنة الدرجة بتاعته واحدة ما اتغيرتش. ده بالنسبة للأوض والدريسنج روم غير الدهانات. طب انت شايف في دلوقتي الحاجات المودرن اللي طالعه انه يكون الباب نفسه بتاع الدريسنج او الدرفه نفسها تكون جلاس او زجاج، دي بتبقى شايف ده؟ لذيذة جدا، بس لو الإزاز خامي عشان ما يبينش طبعا الهدوم اللي جوه ده، يعني. لو احنا عاملين نعمل سبوت بقى من جوه نعمله فامي هيدي برضو ديزاين لذيذ بس جدا. عملي يعني، عملي مش عملي لو بالذات لو هو في اطفال صغيرين. مش هو لو في اطفال صغيرين يعني عايشين معانا، مش عملي، لان الازاز بيبقى بحجم كبير جدا. كورة لو بقى في الإزاز ما بيلعبوا مش هنقول للطفل ما تلعبش، هو في صح. سن اللعب بتاعه، فبتحصل كتير ان يبقى ازاز موجود وبيتكسر. وبالحجم دوت لا، هو يفضل ان هو يتعمل درف مقفولة خالص، او لا اما هنعمله مفتوح. المفصلات اللي بتستخدم بقى في قلب انت شايف انه معظم اللي عمل الدواليب جرار بيشتكي مر الشكوى، وانه يا ريت نرجع تاني للمفصلات بصي، لانه الجرار ده موضوع سيء. هو دلوقتي اللي بيستخدم جرار ممكن يسترخص، يعني دلوقتي في مصر بيبصوا اكتر من المكسب، بيبصوا على انا حاجة رخيصة مش عايز يعمل حاجة رخيصة للعميل بس في الاخر يطلع له شكله حلو. بس بنبص الحاجة للشكل الرخيصة ما دي بنبصش بيبص للشكل، بس للكواليتي. الحاجة دي في الاخر بيزعل انها رخيصة، ايوه بيجي في له اوض نوم، تخيل لو هو تبقى بيدي ضمان في هيروح اوض له نوم بتطلع صيانات. ب 6000، انت متخيل السعر؟ لا ده مش دي مش اوض نوم، ده بواقي خشب بس الشكل حلو. بس لو جينا اتكلمنا مع الرطوبة والحرارة والاستخدامات بتاعتنا لا هي مش هتستحمل حاجة. يعني كعملي احسن الجرار ولا المفصلات؟ المفصلات صح؟ المفصلات دايما بس برضو في المفصلات في منها سيء وفي منها جيد صح. وفي منها ممتاز، فاهم قصدي؟ ايه احسن نوع من المفصلات يبقى العميل مستخدمه؟ والله هو في بلوم وفي حاجات بلومو تمام، في ماركات تانية برضو متميزة، هي فكرة الماتريال بتاعها والاستخدام بتاعها صح، يكون عنده ليها. فكرة. انا طب هل في عميل بيطلب منك ان انت تفسر الدريسنج روم وهو يشتري المفصلات ويشتري المقابض ويشتري الحاجات دي بمعرفته؟ بتحصل، بس هو مش هيشتري صح، ممكن يضحك عليه لان هو بيبقى عميل طياري تمام زي ما بنبقى عارفين. لكن انا مثلا ليا موزع فانا مديله المتر شامل كذا، بالظبط. وانا غير كده انا لو هو راح جابها هيبقى في حاجه اسمها تركيب، لو في مشكله في التركيب هخليك ترجع المفصله او هخليك ترجع الحاجه اللي جت غلط، هل ممكن لو انا فالاستسهال. اخترت اوبشن معين جوه الدريسنج روم واخترت لون معين ممكن يفرق معايا في السعر؟ لو هنعمله جوه الدريسنج روم من جوه. لا مش هيفرق، بس الدريسنج روم بيتضاف الدرف دي بتتحسب زي التجليدات. يعني هو اللون من جوه خشبي زي ما احنا مختارين ما بيضافش سعر، بس لو هنضيف طرفه بيضاف سعر. من الدرفة من بره قصدك؟ لان دي تجليده لكن من مش جوه، زي نظام المطبخ. لكن من جوه من جوه عادي ما بنضيفش حاجه، لو هو يعمله مفتوح ما بنضيفش حاجه. لو هو حب يلونه من جوه ما يبقاش لونه خشبي.
يلونه ازاي؟ آه لون ساده اه مفيش مشكله، انا ما عنديش اي ما يعني يختار بيختلفش عادي، في يعني مش بيبقى فيه اختلاف في السعر. لا مفيش اختلاف، الاختلاف الوحيد اللي هو يختار لون من يعني بره ظرف يقفل بارز. بقى واحد وواحد وكده، ممكن يبقى نوع ال لا برضه مش هيزود، هو هيزود بس تكلفة الضرفة، اه تكلفة الضرفة نفسها. بس في الوان تكتشر، هو لو اختار لون تكتشر اللي هو بارز ملمسه نحسه زي الحاجة الطبيعية خالص بالظبط دوت هيزود، لان دوت بيبقى اضعاف السعر السعر الكبير. العادي، فاهم قصدي؟ بس تاخد تنفيذها معاك قد ايه؟ يعني من 20 ل 30 يوم على حسب المساحة، تعمل الديزاين الاول وبعد بعمل كده. الديزاين بناء عليه بيتم التنفيذ. بس هو بناء طيب على الديزاين بنحسب التكاليف، تمام، بنكتب عقود وبناء عليه بيتم التنفيذ بالحاجات المكتوبة في العقد. بالنسبة دلوقتي لغرفة النوم، زي ما احنا قلنا ان هي بتتعمل بالبيسز صح؟ طيب هل بتعمل تجاليد؟ يعني دلوقتي النظام اللي طالع مودرن شوية مبقاش فيه الفرنتشر القديم بتاع زمان. صح، بنعمل تجاليد، وممكن لو هو عايزين قطيفة فيها مفيش مشكلة، عايزين يكسوها جلد برضه مفيش مشكلة، عايز يعمل تجليد بالطول او والعرض باللايتنج يدخل اعمل له الاضاءة. تصميم ليها، تمام، وبرضه افرغ له ليها لو هو عايز يعمل اضاءه برضه من حواليها دوت يتفرغ مفيش مشكله. هو عامه لو جاب اي حاجه من عن طريق النت، لو طبعا معظم الناس بتجيب يعني لو انا التصميمات جبت لك اي ديزاين وقلت لك نفذ لي الديزاين ده هتعمله حتى. بالظبط، لو المساحه عند حضرتك متاحه ان انا اعمل الديزاين دوت هعمله، لو هي مش متاحه بحاول اعمل اقرب حاجه بالمقاسات الموجوده عندك، تمام، دي النقطة بالنسبة للمساحة. وحتى المطابخ برضو، حتى الدريسنج روم والأوض، أي حاجة عن طريق النت والمساحة عندي متاحة أقدر إن أنا أنفذها، لو متاحة في مثلا ميكانيزم في مصر أقدر إن أنا أنفذه، أي حاجة موجودة على النت نقدر إن إحنا ننفذها، تمام. حلو جدا. ده بالنسبة للتصميمات اللي بيجيبوها طبعا على النت، عشان معظم الناس دلوقتي بتدور كتير وفي الآخر كل واحد عايز يعمل حاجة ما اتعملتش، حاجة ديفرنت مختلف. بالظبط، بيروحوا مثلا معارض او بيروحوا اماكن بيقولوا له لا مش هينفع نعمل كذا، انت عندك مش هينفع، لان في واحد هو لان بيبقى في مهندسين شغالين، فبالتالي ما بيهمهمش ان هم ينفذوا اللي عملوه، هو يهمهم ان هو يريحوا. الكامباني اللي هو تبعهم. بس كده مش اكتر. طيب كلمنا بقى على اخر حاجة هنختم بيها لقاءنا النهاردة، العروض. بص، هو طبعا في ان شاء الله باذن الله يعني نهايه السنه دوت هيبقى في عروض، تمام، وهو بدايه المفروض شهر 11 اللي احنا فيه دوت لحد شهر 12 وبدايه شهر 1 دوت هيبقى في عروض كتيره جدا بالنسبه للمطابخ ايوه بس في وغرف النوم، سبيشال اوفر بقى بتاعت راس السنة. هو 30% عامه، حلو جدا. 30% بالنسبه للخامات اللي انا بستخدمها. طبعا الخامات اللي انا بستخدمها مش اي حد، صعب جدا ان حد يجيبها بالنسبه للخامات اللي بيحطوها، اللي هو الالفا درجه اولى والحاجات التركي اللي انا بحطها في الشغل بتاعي. ممكن نقول أسعار المطابخ؟ هيبقى صعب عليهم ان هم يفرقوا، هو طيب موجود عامه البولي لاك والهاي جلوسي، او زي ما بنقول عليه في مصر البي بي سي، ده تركي، والبولي لاك تركي، تمام، والاتش بي ال، تمام تمام، دول الثلاث خامات يعتبر افضل ثلاث خامات في مصر، في يعني في بقى اللامي جلوسي بقى يعني هما بتاع 50 خامة أو أكتر من 50 خامة، بقى أسامي بس هو مختلفة. أحسن خامات أنا اشتغلت بيها من فترة واستقرت عليهم هما الهاي جلوسي والبولي لاك والاتش بي ال الهندي، تمام تمام، على الكونتر بقى بتاعي وعلى الام دي اف بتاع جزر، هو بيجي جاهز، تمام تمام. هيكون الخصم اللي هو 30% بالنسبة للمطابخ، هيكون بالنسبة لأوض النوم، هيكون بالنسبة للدريسنج. للدريسنج روم، تمام، دوت الخصم اللي هيتعمل. وطبعا في امكانيه ان احنا برضو نعمل ابواب بي في سي، بس بي في سي اللزق الطبيعي مش المستورد، تمام، بيتعمل باللون اللي احنا عايزينه طبعا، او ممكن نعمله اتش بي ال زي ما يطلب العميل، عشان لو هو عايز يعمل غرفه بنفس الالوان مع نفس الدريسنج روم الشكل. والكلام ده كله يقدر ان هو يعمل نفس اللون في الباب، اللي هو يقدر ينسق كل الالوان واحد. تمام. أنا طبعا بشكر حضرتك جدا على المعلومات الحلوة دي، وإن شكرا. شاء الله تابعونا في حلقات قادمة. هيكون معانا برضو مهندس مصطفى، هيكلمنا في حاجات أكتر وفي تفاصيل أكتر. انتظرونا، أشوفكم بعد الفاصل.